السلام عليكم ورحمة الله. طريقة إحنا نرجع السنترال MS500 على الفاكتوري ديفولت بسيطة جدا، أو هي زي ما نيجي نبدأ في بداية التشغيل. أهم حاجة إن المفتاح بتاع الانيشالايز يبقى على وضع انيشالايز، يعني يبقى على الجهة الشمال، وبعدين نفتح مفتاح الباور. مفتاح الباور معروف ان هو موجود في ظهر الجهاز كده، هيبدأ المفتاح على الليد البرتقاني، بعد شوية هيبتدي يعمل فليكر بالشكل ده اخضر. مجرد ما يبدأ يعمل الفليكر هنرجع المفتاح على اليمين على وضع النورمال. هيستنى الموضوع ده شوية، دقيقتين ولا حاجة كده، وبعدين هتثبت إضاءة الليد. لما تثبت إضاءة اللمبة الخضراء هيبقى كده السنترال اشتغل ورجع على الديفولت. دي مسألة بمنتهى البساطة. كده إضاءة الليد ثبتت، وسمعنا تكة الريلي، في تكة كده بنسمعها بعد ما يثبت تثبت إضاءة الليد الخضراء. لو فتحنا السبيكر بتاعة العدة الماستر نلاقيها شغالة، ولو طلبنا الأوبريتور من عدة عادية هيرن عالي جدا. كده السنترال شغال، مسألة بسيطة جدا، وربنا يوفق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.